السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي عزيز ديالنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف العادة جينا وجبنا في دينا المليح، هذه المرة سوبر، يعني أفضل بقدر نقدر نقول إني غندوز اليوم في القناة ملكيات، واحدة رباعية سداسية بجوج الوالدة الثانية اللهم بارك، جودة عالية، والدين عجول ملاح بالموبيليار ذكورة اللهم بارك. زين بالنسبة للحليب 30 يطرو، الثمن طالب فيهم بجوج 7 و200، يعني 72 ألف درهم، وعاطينو 6 مليون ونص في داك جوج بقرات، وهو باغي 7 مليون و40 ألف. بقرات جودة عالية، كاينين في تيسا في نواحي فاس، يعني من فاس وتزيد واحد الساعة ديال الطريق. اللي بغاهم مرحبا يتواصل معنا، اللي بغا يكسب الكاليتي، اللي بغا يأصل منهم، اللي بغا الحليب، يعني العشاقة، يعني سلعة الناس العشاقة اللهم بارك. ونخليكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.